مشاهدينا نصل وإياكم إلى فتح النقاش، وموضوعنا الأول سيكون متعلق بآخر المستجدات بخصوص اجتماع مجلس الأعلى للأمن أمس، أين تم التطرق إلى قضية فتح المساجد أو التحضير إلى فتح المساجد وفق ضوابط طبعا، والإجراء يشمل في مرحلته الأولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها إلى أو لا تقل عن 1000 مصلي. اجتماع أيضا مرتقب للجنة الفتوى اليوم للنظر في آليات تطبيق هذه الضوابط والقرارات المتعلقة أو الجديدة المتعلقة بإعادة فتح المساجد. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ جلول حجيمي رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة عبر الهاتف. صباح الخير شيخنا. صباح الأنوار يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. شكرا لك على تلبية الدعوة أستاذ، وكما سبق لي وتفضلت في المقدمة، إذا رئيس الجمهورية يأمر بالتحضير لفتح المساجد الكبرى وفق ضوابط، كيف تقرؤون هذا القرار الذي جاء بعد قرابة 4 أشهر من غلق المساجد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، شاكر لكم هذه الاستضافة المباركة الطيبة في هذه الصبيحة. الحقيقة أن فتح المساجد موضوع من أهم المواضيع التي أرقت المجتمع والتي أثارت انتباه، وخاصة انقطاع المصلين على بيوت الله تبارك وتعالى في سابقة لم تحدث ربما في عصور مضت كثيرة. هذا أثر كثيرا نفسيا واجتماعيا وتضامنيا وغير ذلك، وهذه الخطوة تعتبر من الخطوات الطيبة المباركة الشجاعة التي حان الوقت، كما صرحنا فيما سبق قلنا حان الوقت في التفكير في فتح بيوت الله تبارك وتعالى بكل الأدوات أو بكل الطرق المتاحة، في اتخاذ التدابير اللازمة والاحترازات اللازمة والحيطة اللازمة والتباعد وما إلى ذلك، نظرا للتأثير الذي وقع في المجتمع والذي أصبح ظاهرة عجيبة في الحديث عن فتح بيوت الله تبارك وتعالى، مما أثر تأثيرا سلبيا على كل معطيات المجتمع، لأن المسجد يعتبر قلب الأمة، يعتبر هو حصانة الأمة، يعتبر هو الزاد الذي نلجأ إليه في مثل هذه المحن في التضرع إلى الله عز وجل والدعاء، مع أن الغلق الذي جاء جاء وفق أحداث مرة مر بها العالم ومرت بها الجزائر في انتشار هذا الوباء الذي أضر والذي هلك والذي قتل والذي أصاب أسرا وأصابنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي أحبابنا، والآن إن شاء الله نتجه نحو توجه إن شاء الله يرفع الهمم في فتح بيوت الله تبارك وتعالى. وكان المجلس الأعلى للأمن له دراية علمية وواقعية وأدبية ومعطيات على الأرض بقيادة السيد رئيس الجمهورية الذي نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقه التوفيق في مهامه، وخاصة هذه البشرة الطيبة التي نزلت على المؤمنين بردا وسلاما إن شاء الله، في اتجاه أننا لابد أن نحافظ المحافظة الشديدة وأخذ التدابير اللازمة في التباعد وفي الكمامة وفي غيرها حتى لا تكون العدوى منتشرة، وخاصة لا نريدها أن تنتشر في بيوت الله تعالى أو أن تكون المساجد هي سبب انتشارها بالزيادة. نعم شيخنا، أيضا من بين ما ورد في نتائج الاجتماع اجتماع المجلس الأعلى للأمن ورد أنه كمرحلة أو الإجراء يشمل في مرحلته الأولية المساجد الكبرى وطبعا التي تصل قدرة استيعابها 1000 مصلي، برأيك هل كيف يمكن التعامل؟ هو فقط هذا أسلوب تدرج كما تعلم، يبدأون بالكبير الأكبر ثم بالذي بعده ثم بالذي بعده، إن شاء الله بيوت الله تبارك وتعالى ومصليات ستفتح جميعا، فقط في اتخاذ الاحترازات ربما المسألة الثانية التي تعتبر هي سعة التأطير. نحن نعاني في وزارة شؤون الأوقاف من قلة التأطير، يعني بعض المساجد التي تتسع إلى هذه الرقعة يعني تجد فيها مؤطر واحد أو اثنين، ومن الصعوبة بما كان هؤلاء المؤطرون يستطيعون أن يتعاملوا مع المواطنين، وخاصة في ظل أنه ممكن تكون دوارة مياه مغلوقة ويكون التباعد يعني بشيء رسمي اختلاف
الأعمار للحديث عن هذه المواضيع إلى غير ذلك. هذا قد يؤرق بعض يعني موظفين السادة الأئمة والمؤطرين من القيمين والمؤذنين ومعلم القرآن وكل من في المسجد، ولهذا الآن تسير العملية نحو التدرج كما هو أو أشارت إليه الجهات المعنية. يبدأ الأكبر ثم ينقص شيئا فشيئا، لأنه في مسجد مثلا في 1000 مصلي أو 2000 مصلي عندما يكون التباعد بين مترين أو 3 أمتار واتخاذ الحصير يكون الحجم لا يتسع إلى ذلك المسجد الذي ممكن أن يأخذه في الأيام العادية. نعم شيخنا، أيضا لما نقول المساجد نعرف أنه في الجزائر تقريبا يعني في كل حي عدد كبير لا بأس ما شاء الله من المساجد الموجودة، تقريبا في كل حي نقدر نقولوا باللي فيها موجود مسجد. هل يمكن برأيك أننا نقدر نتحكم في هذا العدد الكم الهائل من المساجد الموجودة من تعقيم وتطهير إلى غير ذلك تحضيرا لفتحها؟ وإذا تتذكر احنا كنا طرحنا موضوع في البداية، كنا قلنا لابد على الدولة وعلى كل الناس الذين يريدون أن يتضرعوا بأن يعقموا جميع المساجد، وليس عيبا أن تكون مساجد معقمة ويكون فراش معقم، ولماذا أن تكون هناك آلات في مداخل المساجد، عندما يدخل المصلي يعقم وعندما يخرج يعقم. فالتعقيم والظاهرة الصحية جيدة أثبتت نجاعتها في العالم وأثبتت أن لا تنتقل العدوى بهذه الصورة. أكيد في صعوبة في الميدان ومن الصعوبة جدا أن يكون هذا، لكن إن شاء الله همم المواطنين ووعيهم ودرجة فهمهم للموضوع يتعاونون مع الجميع، مع المؤسسات العمومية للدولة، مع المؤسسات الخاصة، مع المتطوعين، مع إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، في أن يعاقموا ما يمكن تعقيمه، هو أن تكون المحافظة وأن يكون التباعد وأن تكون الكمامات وأن يكون يعني عدم التلامس وعدم التسليم إلى غير ذلك، خاصة نحن جاء الفتح بعد أيام قليلة من أيام العيد. نعم اي نعم، وتعرف الناس انه حتى في المسجد الان في بعض المخاوف اللي كانت فيها تخوف، يعني صار لهم الناس 4 5 شهور ما التقوا، اذا التقوا من الصعوبه في عاداتنا عدم التسليم، ولهذا لابد من اعطاء الوعي المكان اللازم والاحتفاظ واخذ الحيطه، لان هذا سيساهم ويساعدنا جميعا في عدم او في قله انتشار الوباء. نعم. هو شيخنا هذا هي النقطة أيضا اللي حبيت نسألك فيها، هو قضية أنه احنا شفنا طيلة تقريبا 5 أشهر المساجد مغلوقة، المصلين والمواطنين متلهفين إلى أداء الصلوات في بيوت الله، شفنا ذاك الشغف وذاك الحب واللهفة إلى غير ذلك. هل ترى أنه ربما المواطن سيتقيد بإجراءات الوقاية، وإذا تم العودة تدريجيا إلى المساجد هل برأيك أن المواطن راح ينصع ويخضع للشروط والضوابط؟ هو شو جهود السادة الأئمة وموظفي القطاع كانت واضحة وكانت بصماتهم في الميدان، حتى أنهم شاركوا كل الجهات، شاركوا دارك الشرطة، الحماية المدنية، الهلال الأحمر، الجمعيات، المجتمع المدني في الميدان، في توزيع الأضاحي، في وقفة رمضان، في الوصول إلى المساكين، إلى الفقراء، إلى المحتاجين، إلى الأرامل، إلى غير ذلك، مع اختلاف من جهة إلى أخرى. أعتقد أنهم حتى هم ساهموا في الوعي عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق الإعلام وعن طريقهم وعن طريق الوسائل المتحضرة في تبليغ هذا الموضوع. نحن لا شك أن الوعي هذا سيرتفع، لكن نريد أن يرتفع بقوة حتى لا تكون هناك إصابات، ولا نريد تماما أن يكون المسجد هو المسؤول عن هذه الإصابات. نريد من هؤلاء جميعا، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالطهارة وأمرنا أن نتطهر، فلا بد أن نأخذ جميع الاحتياطات اللازمة في 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 أن لا تنتقل العدوى وأن نكون سببا في العدوى. وربنا تبارك وتعالى قال ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. ثم لا بد على المرضى الذين هم في مرضى ومصابين بهذا المرض رجاء ثم رجاء لا يذهبوا إلى المساجد حتى يشفون، وخاصة الذين هم في الحجر، فلا بد من اتخاذ كل الإجراءات، ولا بد من رفع منسوب التوعية، ولا بد من رفع هذا المنسوب حتى نمر بسلام
وإن شاء الله يرفع الله تبارك وتعالى عنا وعنكم وعن الأمة هذا الوباء وهذا البلاء، وإن شاء الله نتغلب ميدانيا على هذا الوضع الذي أصبح جعلنا رهائن في البيوت وأوصلنا إلى ما أوصلنا إليه نتيجة إلى هذا الوضع الخطير. ولهذا لا بد علينا جميعا، وهذه دعوتي إلى جميع المواطنين، أن يحترزوا وأن يتخذوا الأسباب اللازمة، وإن كان فيهم مريضا أو مشكوكا في مرضه أو مصابا، فرجاء ثم رجاء لا يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي الآخرين ويؤذي نفسه، ويصبر ويتصبر ويدعو الله عز وجل في رفع هذا البلاء، ويأخذ الأسباب الناجعة التي شفي كثير من إخواننا. ونسأل الله تبارك وتعالى الشفاء لجميع مرضانا وللمصابين ولإخواننا السادة الأئمة وموظفي القطاع الذين أصيبوا، وبعضهم الآن في البيوت، وبعضهم بلغني الآن هم في قاعات الإنعاش وغيرها، كبقية المواطنين. كما نتمنى أننا ذلك. نحيي الجيش الأبيض ونحيي كل الخيرين وكل المتطوعين والأسرة الإعلامية وكل من قام بهذا العمل لدفع هذا الضرر وتوعية الناس. نتمنى ذلك شيخنا، نتمنى طبعا الستر والسلامة لكل أبناء هذا الوطن. شكرا جزيلا لك الله الأستاذ يبارك جلود فيكم حجيمي، صديقي، رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة الجزائريين، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.